أمطار غزيرة باغتت السكان شرق الكونغو ودمرت المباني، والحصيلة كانت ثقيلة ما لا يقل عن 200 شخص لقوا مصرعهم في فيضانات مفاجئة أجبرت عمال الإغاثة على تكديس الجثث الملطخة بالطين في أكوام. قرى بأكملها غرقت في منطقة كاليه الواقعة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بعدما ارتفع منسوب البحيرات إلى حد كبير. فقدت زوجتي وكل أطفالي، جميعهم رحلوا، أنا الآن وحدي في منزلي. هكذا أصبحت حال من بقي على قيد الحياة بعدما جرفت الفيضانات منازلهم ومدارس أطفالهم وكل ممتلكاتهم، وكل أمالهم الآن أن تمد السلطات يد العون إليهم لإنقاذهم من براثن الموت. من المهم أن ننبه السلطات على مستوى الحكومة الوطنية والحكومة المحلية للتمكن من مساعدتنا، لأن الناس الذين يعيشون هنا ليس لديهم مكان يعيشون فيه ولا شيء يأكلونه، الناس ينامون في العراء، هناك مدارس جرفت. لهذا السبب أبلغنا السلطات والمنظمات الدولية لمساعدتنا وإنقاذنا من الموت. وضع صحي كارثي وعشرات المصابين والمرضى بحاجة إلى رعاية صحية في ظل عجز فادح في المؤسسات الاستشفائية من حيث الأدوية والمعدات لعلاج الجرحى. منذ الأمس استقبلنا قرابة 56 مريضاً، لدينا 56 مريضاً يتلقون الرعاية، لكن يجب أن نقول إن هناك صعوبات تتعلق برعايتهم، لا توجد أدوية ومنتجات طبية كافية. يوم حداد وطني في جميع أنحاء البلاد ابتداء من الاثنين المقبل، تخليداً لذكرى من لقوا مصرعهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت الكونغو.